يعطيكم العافية. اليوم بدنا نكمل على تشابتر 11، كنا مبلشين فيه المرة الماضية وبلشنا نحل قيود ونحل أمثلة عليه، ووصلنا عند إصدار الأسهم مقابل الكاش. حلينا عليه أكثر من مثال وشفنا كيف بيكون بالقيد، إنه في ممكن يكون في عندي فرق بالأسعار منحطه بالشير بريميوم، وكيف نحسبه وكيف نسجل القيود. هلأ في حالات أنا بصدر أسهم مقابل أشياء مش كاش، يعني بدي أشتري أرض ما بدي أدفع حقها كاش، بروح بعطي صاحب الأرض أسهم فببيعه أسهم. ممكن بدي أدفع فاتورة قيمتها كتير عالية، والشركة مثلاً حالياً صعب إنها تدفع هاي الفاتورة، الشخص اللي بدي أدفع الفاتورة بيوافق إنه ياخد مكانها أسهم. فمن نشوف الحالات بنحكي عنها issuing shares أو issuing اللي هي الordinary shares، issuing ordinary shares for services، يعني أنا أصدر أسهم عادية مقابل خدمات زي ما أنا حكيت هلأ بدي أدفع فاتورة بصدر أسهم بدالها، or non-cash assets أو أصول غير الكاش. non-cash assets أصول غير نقدية. هون أكتر إشي يعني من بصير عندي إني إصدار أسهم مقابل أصول غير نقدية اللي هي الأصول الثابتة، plant assets، إني أنا أشتري أرض، أشتري شقة، أشتري بناية، مقابلها بدل ما أدفع نقد أعطي صاحب الأرض أسهم، أبيع له أسهم. رح نحل عليها مثالين. مثال كيف إذا أنا بدي أدفع for services لخدمات وبدل ما أدفع أصدرت أسهم، ومثال إذا بدي أشتري أرض عن طريق الأسهم. طبعاً هاي العمليات اللي بصير فيها إصدار أسهم مقابل إني أشتري أرض هي عمليات تعتبر غير مالية لأنه ما فيها نقد، أو أنا ما رح أدفع يعني ما رح أدفع كاش، بس لازم يتسجلوا بالقوائم المالية أو اللي هي التقارير السنوية، منحطهم كنوتس إنه تم تبديل أسهم مقابل مثلاً أرض، أو تم دفع فاتورة عن طريق أسهم، مع إنهم يعتبروا عمليات غير مالية أو non-financial transactions. خلينا نشوف أول مثال. For example، شركة معينة في فاتورة بقيمة 5000 لازم تدفعها للمحامين، في محامي بتتعامل معه أو مكتب محاماة بدهم فاتورة بقيمة 5000. فخلينا نحط for example attorneys، المحامين أو مكتب مكتب المحاماة attorneys من غير هاي have billed X company، قيدوا أو حطوا فاتورة على شركة X for services of 5000. المحامين قيدوا على شركة X 5000 مقابل إيش؟ مقابل خدمات. they agree، وافقوا أو اتفقوا، they agree to accept، اتفقوا على قبول 4000 shares، 4000 سهم of $1 par value ordinary shares أسهم عادية in payment of their bill، كدفعة للفاتورة in payment of their bill، كسداد للفاتورة اللي بدهم إياها. هلأ at the time لازم يحكي لي شو سعر السوق. at the time of exchange يعني بوقت ما صار في تبادل بين الأسهم وبين دفع الفاتورة، there is no market price، ما في سعر بالسوق، معناته منضلنا على إيش؟ منضلنا على البار فاليو. نعيد المثال. هلأ إحنا طبعاً شو المطلوب منا؟ بدنا الانتري أكيد. الانتري إيش بده يكون؟ أوكي.
هلا هون ايش مطلوب منا؟ حاكي لنا المحامين قيدوا على شركة اكس 5000 مقابل خدمات، وافقوا انهم ياخدوا 4000 سهم بدل الفاتورة. البار فاليو للسهم الواحد 1 دولار ordinary shares in payment of their bill، وبتاريخ التبادل اللي صار ما كان فيه market price. هلا بس بدي انبه على شغله، بدنا نضيف شغله، السيرفيس ايش نوعها؟ يعني رح اضيفها على المثال. السيرفيسز كانت عباره عن helping the company، عشان بتفرق مرات، helping the company، ساعدوا الشركه، to incorporate، ساعدوهم على التاسيس او ساعدوهم على انشاء الشركه، او مرات ممكن تكون مثلا في شركتين بدهم يندمجوا مع بعض فالمحامين ساعدونا انه ندمجهم. فانكوربريت المحامين ساعدوا الشركه انها تتاسس، اوكي، او نطلع شركه جديده. هلا لما يكون المحامين ساعدوني بامور زي هيك، يعني مش قضايا، يعني هي مش قضيه انه انا المحامي بده يدافع عني عن طرف تاني، ولا مثلا انه انا بدي اخذ حقي من حدا او حدا رافع علي قضيه، مش قضايا قانونيه. ساعدوني بمعاملات، لما يساعدونا بمعاملات بنعتبر الفاتوره اسمها organization expense، organization expense، مصروف للمؤسسه او للمنظمه ككل، لانه انا لولا السيرفيسز تاعونهم الشركه عندي ما راح تصير، فأنا من خدمتهم قدرت أسس الشركة. فإذا نحكي عنه مصروف اسمه organization expense، اللي هي الفاتورة اللي قيمتها قدي، قيمتها 5000. ننتبه إمتى بعتبرها organization expense؟ إذا الخدمة اللي قدموا لي إياها المحامين كانت عبارة عن إشي بخص تأسيس الشركة أو دمج الشركة مع شركة تانية، أمور إلها علاقة بمعاملات مش قضايا، معاملات بتخص الشركة organization expense. إذا كانت قضايا، إذا كان قضايا بنحكي عنها legal expense. طبعا إحنا أكتر إشي اللي رح يمر علينا اللي هي organization expense، بس ممكن تلاقوا أمثلة بالكتاب إنه تستغربوا، أو مثلا بأسئلة مراجعة تحلوها، أو هاد إنه ليه في إشي اسمه legal expense. legal expense لما يكونوا شغالين معي على إشي بخص قضايا، أمور قانونية legally، اوكي. هلا هون احنا عندنا organization expense، مصروف للمؤسسه او للمنظمه ككل. هلا قصه الاسهم ال 4000 سهم اللي قيمتهم 1 دولار بار فاليو، بعاملهم زي ما حلينا المره الماضيه لما كنا نصدر او نبيع الاسهم عادي. هلا احنا كنا نحكي مثلا debit cash، credit share capital، واذا في فرق بالسعر share premium، صح؟ هلا هون نفس الفكره، بس ما عندنا كاش، أنا ما استلمت ولا دفعت مصاري، أنا بدل ما أدفع مصاري طلعت أسهم. فالقيد إيش بيكون عنا؟ debit organization expense، مصروف للمنظمة اللي هي بتكون قيمة الفاتورة، وهي الفاتورة الخدمات اللي قدموا لي قيمتها 5000، هاي 5، هاي الفاتورة اللي كانت علي، مصروف، هي مصروف مقابل خدمة أنا أخذتها. هلا كريدت انا ما دفعت كاش، لو دافعه كاش رح يكون كريدت كاش، بس احنا شو عملنا؟ اصدرنا اسهم، فايش منزيد؟ شير كابيتال اوردينري، حساب الشير كابيتال اوردينري. قد ايه دائما حكينا الشير كابيتال اوردينري بنحسبه؟ بنحسبه دائما على البار فاليو، دائما، سواء بالامثله اللي اخذناهم قبل او بمثال اليوم، دائما الشير كابيتال اوردينري على البار. فرح نيجي نحكي 4000 سهم ضرب 1 معناته الشير كابيتال اوردينري 4000. طيب ضل في فرقيه 1000، هاي ايش بتكون؟ بنحطها شير بريميوم. شير بريميوم دائما اي شيء بفرق بين الاسعار او بين اسهم اصدرتها وقيمه فاتوره، او مثلا الارض اللي اشتريناها، هلا رح ناخذ مثال على الارض، وفرق معي السعر بين الاسهم، شير بريميوم. فأي فروقات معنا بالأسهم بنحطها بحساب الشير بريميوم أوردينري، لازم نحدد نوع السهم، إيش؟ 1000. هيك القيد بكون أنا
دفعت الفاتورة. إذا كانت legal expense نفس الإشي بس debit legal expenses مصاريف قانونية، credit share capital و share premium. إذا في فرق، ما في فرق خلاص بيكون المصروف والshare capital ordinary. بس مش شرط إنهم ياخدوا أسهم بنفس قيمة الفاتورة. يعني أنا لما أعطيهم 4000 سهم هم يوافقوا عليه، ممكن أحسن لهم من لما أدفع لهم كاش. يعني صار في عندهم بالشركة 4000 سهم رح ياخدوا عليها توزيعات أرباح، بقدروا يخلوا 4000 سهم قد ما بدهم عندي بالشركة، فرح يضلهم ياخدوا توزيعات أرباح لفترة طويلة. لما أدفع لهم كاش خلص رح أدفع لهم ويروحوا. فمش شرط إنه الأسهم اللي أنا أصدرها تكون قد قيمة الفاتورة بالضبط، لا، بس أي فرق بين الأسهم وبين الفاتورة منحطه بالشير بريميوم. يعني كأني بزيد الإكويتي بالألف هاي اللي زادت لإلي، بزيد الإكويتي فيها. أوكي؟ يعني أنا بدل ما أدفع 5 دفعت كأني 4 دولار، 4000 دولار، سوري، ضلت 1000، الألف بحطها بالإكويتي. نيجي مثال على شراء أرض. أوكي؟ بدنا نشتري أرض ونصدر بدالها أسهم. تختلف شوي قصة الأرض بس القيد بيشبهه يعني، بس نشوف كيف نتأكد من الأرقام. أوكي، لو حكينا for example على شراء أصول غير الكاش، أوكي، the company، خلينا نحط the company أو X company issues، أصدرت 10,000 shares، أصدرت 10,000 سهم with a $5 par value، البار value تاعتهم $5 par value shares، and are actively traded، وحاليا يتم تداولهم بالسوق، are actively traded at $8 per share. هاي معلومات الأسهم. البار فاليو 5، بالسوق بينباعوا $8. ليش أصدرتهم؟ to acquire، لشراء، أوكي، عشان نشتري إيش؟ نشتري أرض. to acquire land recently advertised، معلن عنها حاليا for sale at، قدي سعرها المعروض للبيع؟ 90,000. اوكي، بدنا الانتري. نعيد، هاي الشركة أصدرت 10,000 سهم، هدول 10,000 سهم البار فاليو تاعتهم 5 والماركت فاليو 8، بنباعوا بالسوق في 8 بس البار فاليو 5. ليش أصدرتهم؟ حتى تشتري أرض. هاي الأرض معروضة للبيع بقيمة $90,000. طيب هلا لما نيجي بدنا نشتري أرض قيمتها 90,000، بس أنا ما رحت دفعت 90,000، رحت أصدرت 10,000 سهم. ال10,000 سهم لما صاحب الأرض بده يبيعهم بالسوق، كل سهم رح يجيب له $8. فأنا كأني دافعت له أو كأني شارية منه أرض بقيمة 80,000، اللي هم 10,000 في 8. فمنسجل الأرض اللي إحنا اشتريناها مش ب90,000، منسجلها في 80,000، لأنه 90,000 إحنا ما دفعنا 90,000. أنا اللي أعطيته للزلمة أو لصاحب الأرض اللي هم 10,000 ضرب 8، ما باخد البار. البار للشير كابيتال، لما نيجي ندفع مصاري أو لما أجي بدي أشتري أرض باخد الماركت اللي هي القيمة اللي فعليا تنباع بالسوق. فأنا كأني أعطيته أو أعطيته فعليا $80,000 أسهم بقيمة 80,000. هلأ الأرض اللي بسجلها لما أشتري هاي الأرض رح أسجلها في 80,000 مش بالتسعين، خلص هاي 90 ننساها. فرح نيجي نحكي debit land، زدنا الأراضي بقيمة 80,000 اللي هم الأسهم ضرب الماركت فاليو. credit منزيد share capital ordinary، دايما على إيش حكينا بنحسبه؟ على البار فاليو.
فرح يكون عبارة عن 10,000 ضرب الخمسة اللي هي 50. فشير كابيتال أوردينري 50,000. الفرق بينهم وين نحطه؟ بالشير بريميوم أوردينري. شير بريميوم دائما بنحط فيه الفرق. شير بريميوم أوردينري اللي هو 80 ناقص الخمسين 30. أو كيف ممكن نطلعه؟ فرق السعر 8 ناقص 5 3 3 بعشر تلاف اللي هي 30,000. فهاد ممكن نحكي 8 ناقص 5 يساوي 3 3 ضرب العشر ألاف سهم. أوكي؟ هاي في حال اشترينا أرض. أهم إشي هاي النقطة إنه الأرض بتتسجل على الماركت برايس تبع الأسهم مش على سعرها المعروض. أوكي؟ هم هدول المثالين بكفوا إنه نكون ماخدينهم على إصدار الأسهم مقابل أصول أو مقابل خدمات. أوكي. خلينا نيجي على نوع جديد من الأسهم. أوكي، رح أحكي عنه إشي بسيط بهاي المحاضرة، والمرة الجاي نحل عليه أسئلة أكتر. في عنا، إحنا حكينا النوع الأول إيش هو؟ الأسهم العادية Ordinary Shares. الأوردينري شيرز هي الأسهم اللي بتبلش كل الشركات البزنس تبعها فيهم، الأسهم العادية. في عنا إشي اسمه تريجري شيرز، النوع الثاني اسمه تريجري شيرز اللي هم أسهم الخزينة. هذا النوع الثاني من الأسهم. إمتى بصير في عندي أسهم الخزينة؟ أسهم الخزينة اللي هم التريجري شيرز هم أسهم الشركة اللي أصدرتهم الشركة سابقاً ورجعت اشترتهم. يعني هم أسهمي اللي أنا رجعت اشتريتهم من السوق. كيف بصيروا عندي؟ بكون أنا مثلاً أصدرت أسهم عادية اللي هم الأوردينري شيرز. إيش يعني أصدرتهم؟ يعني بعتهم بالسوق. بعد بفترة بروح أنا الشركة نفسي بشتري أسهمي اللي هي موجودة مع المستثمرين، بشتريها أنا. يعني الشركة بتشتري أسهمها. لما تشتري أسهمك من السوق المالي بصير عندك أسهم خزينة. أي أسهم لإلك أنت رجعت اشتريتهم اسمهم أسهم الخزينة. فإذا بدنا نعرفهم، يعني ممكن نحكيها بشكل مختصر. أسهم الشركة، أسهم الشركة التي اشترتها الشركة من السوق أعادتها. أوكي؟ أو ممكن تعريف أحسن، قيام الشركة بشراء أسهمها التي أصدرتها سابقاً. الشركة نفسها بتشتري أسهمها من المستثمرين التي أصدرتها سابقاً للمستثمرين، أو أصدرتها سابقاً في السوق المالي. يعني أنا بروح بشتري أسهمي من المستثمرين، برجعهم للشركة. عشان هيك حكيت أعادتها، رجعت أسهمي للشركة. الأسهم اللي أسهمي أنا اللي بترجع لي للشركة نحكي عنهم أسهم خزينة، ما بحكي عنهم أسهم عادية. بصير نوعهم اسمه أسهم خزينة. هلأ هاي الأسهم هي الوحيدة من حسابات الإكويتي اللي إشارتها عكس كل الإكويتي. يعني إحنا الإكويتي كله إيش بزيد؟ الإكويتي بزيد بالكريدت وبقل بالدبت، صح؟ هلأ التريجري شيرز عكس هذا الحكي. التريجري شيرز بنختصرها TS، بتزيد بالدبت وبتقل بالكريدت. ليش إشارتها عكس الإكويتي؟ لما أنا أروح أشتري أسهمي من المستثمرين اللي عندي، يعني أنا عم بسحب أسهم من المستثمرين، فهي عكس العملية اللي بتصير هون. يعني إحنا لما كنا نصدر الأسهم أبيعهم للمستثمرين، لما كنا نصدر الأسهم كنا نزيد الشير كابيتال. بإيش أزيده؟ أزيده بالكريدت. هون لما أصدر الأسهم، طب انت رجعت هاي الاسهم للشركه،
يعني رجعت سحبتها من السوق المالي، معناتك عملت العملية بالعكس، فبتصير العكس، بالتريجري شيرز بتزيد بالدبت وبتقل بالكريدت، عشان هيك إشارتها عكس إشارة الإكويتي. ودائما بالإكويتي منطرح التريجري شيرز من الإكويتي، يعني مثلا بيكون عندنا الإكويتي، مثلا عندي شير كابيتال اوكي اوردينري زائد شير بريميوم اوردينري زائد ريتيند ايرنينجز ناقص التريجري شيرز، منطلع التوتال اكويتي. رح نحل طبعا عليه امثله المحاضره الجاي. اوكي، فاذا التريجري شيرز دائما اشارتها عكس اشاره الاكويتي، لانه انا بكون عملت عكس بيع الاسهم. لما اصدر اسهمي او ابيعها بعطيها للمستثمرين، التريجري شيرز سحبتهم من المستثمرين رجعتهم لإلي، عشان هيك نطرحها. طب ليش الشركه بترجع تسحب اسهمها؟ ليش انا نفس الشركه اللي انا بعت اسهمي قبل وصارت موجوده مع المستثمرين، ليش اروح على المستثمرين ارجع اسحب اسهمي مره تانية؟ عندنا اكثر من سبب طبعا. في من الاسباب انه مثلا ممكن اسهمي عم تخسر بالسوق، وانا عارفه انه في عندي احداث معينه رح تصير عندي، رح ينزل اسهمي سعرهم لسه اكثر من هيك، بروح بشتري اسهمي بالسعر الحالي عشان ما اخسر فيهم كتير. يعني بدل ما انه ينزل سعرهم كتير، لا بشتريهم هلا بهذا السعر، بخليهم عندي لحد ما تتحسن امور الشركه او اتاكد انه سعر السهم ما رح يرجع ينزل اكثر، برجع بصدرهم مره ثانيه بنزلهم على السوق. فمرات بيكون السبب اني انا خايفه على اسهم يخسروا اكثر، او عارفه انه ممكن ينزل سعرهم بروح برجعهم للشركه، وبس يتحسن السعر او يثبت السعر برجع ببيعهم مره ثانيه. اوكي، مرات بكون بدي اعطي بونس للموظفين اللي عندي، عندي موظفين، عندي ناس معينين بالشركه مثلا وعدتهم انه اذا بتوصلوا ارباح معينه بدي اعطيكم اسهم بالشركه، بتصيروا من الاونرز. فايش تعمل الشركه؟ بتسحب من اسهمها بالسوق، بصير عندها اسهم خزينه، وبتعطي هاي الاسهم لمين؟ للموظفين، للناس اللي موجودين بالشركه اللي انا وعدتهم اني اعطيهم من اسهم الشركه. مرات بتكون الشركه بس بدها تخفف من عدد الاسهم الموجوده مع المستثمرين، يعني انا عندي مستثمرين انه في عدد من الاسهم كبير معهم، ممكن انا ما بدي هالقد يكون مع المستثمرين، ما بدي حدا يقدر يسيطر على الشركه، ما بدي شخص معين او مستثمرين معينين يقدروا ياخذوا كمان، فبروح بسحب انا اسهمي الموجوده بالسوق برجع بشتريهم بخليهم عندي، لما بدي ارجع اصدرهم بالسوق برجع ابيعهم مره تانية. ففي عنا اكثر من سبب اني انا زي ما حكينا ارجع اسحب اسهمي اللي موجوده بالسوق اشتريها، من هالاسباب اللي هلا ذكرناهم، وحكينا ايش اشاره التريجري شيرز وكيف بيجي بالاكويتي، وهي قيام الشركه بشراء اسهمها التي اصدرتها سابقا للمستثمرين. هلا المره الجاي منحل عليه امثله، وبناخذ امثله برضو كيف نحسب عدد الاسهم الموجوده مع المستثمرين وعدد اسهم الخزينه، يعني نقدر نصير نحسب بالعدد انه مثلا في مع المستثمرين 20,000 سهم، في عندي اسهم خزينه 10,000 سهم. هاي ان شاء الله بالمحاضره الجاي. تمام، يلا يعطيكم العافيه.